أنتم تسمعوا في 90 دقيقة. مرحبا بكم نسي الكل، شكرا على المتابعة. رجعنا لكم في 90 دقيقة. جوهر المغيربي النائب عن قلب تونس، مرحبا بك. أهلا وسهلا، مرحبا بكم بكل المستمعين. في عيشك إن شاء الله، باللطف لزملائك النواب في الكتلة، نقول لهم إن شاء الله لاباس، والتوينس الكل دايوغ، وربي يقدر الخير. الوضع الصحي والوبائي هو اللي باش نبداو نحكيو فيه. دونك توا التسجيل أرقام قياسية جوهر المغيربي، وفي بالكم وانتم على علم بذلك، حتى في مجلس نواب الشعب هذا هو الحديث. في الأثناء فما مشكلة بين القرارات العلمية والقرارات السياسية، والتباين أصبح واضح بين اللجنة العلمية والحكومة. كيفاش انتم قاعدين تعاينوا في الوضع هذا؟ شنو رايكم؟ شنو النصايح متاعكم؟ تحدثتوشي مع الحكومة كنواب طبعا، هو وانت نذكر على نابل، هو نابل كونفينمون والدنيا مقلوبة، صحيح، معتمديه نابل كونفينمون جينيرال، المعتمديات الاخرين كونفينمون اورينتي. دونك الوضع في ولايه نابل كما الوضع في الولايات الكل، على كل حال الوضع الصحي ماهوش سهل، ثم انتشار سريع للعدوى، وان شاء الله ربي يستر بلادنا وربي يستر اهلنا. انت يظهر لي بديت باهم حاجه، موضوع اللجنه العلميه، و مي بون لا بريزونطاسيون تاع الموضوع على اساس التضارب. هو اليوم خلينا نعطيك معناتها رايي في موضوع اللجنه العلميه اللي هي قاعده تقوم ساعه، اول حاجه بدور كبير برشا ومحترم ونشكرهم عليه، وناس كفاءات. ولكن هل انه احنا اليوم في تونس عندنا لجنه علميه باتم معنى الكلمه؟ شنو معناه؟ معناتها التركيبه نتاع اللجنه هذيا هي فيها 20 عضو، ال 20 عضو هذوما فيهم 17 طبيب. معناتها احنا قدام لجنه نجم نقولوا عليها لجنه صحيه، بطبيعه الاطباء نتاعنا هما كفاءات عليا وهما علماء في 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 مجالهم. ولكن وقت اللي نبداو في وضع نتاع مجابهه جائحه كيما جائحه الكورونا، فانه الموضوع ينجم يتجاوز شويه المجال الصحي فقط، والا الراي الطبي فقط. وممكن هذا من اهم الاسباب اللي اليوم قاعدين نقولوا انه فما تضارب ما بين راي اللجنه العلميه وموقف الحكومة اللي هو يحكم فيه أيضا ظرف سياسي وظرف اقتصادي وظرف اجتماعي. أي مبروك بجوهر المغيربي، جوز للتوضيح للناس، نعرف فهمتك وباش نخليك تكمل فكرتك للآخر. اللجنة العلمية راه ما فيهاش كان طب، باش نجيك، فيها سوسيولوج، فيها ناس تهتم بعلوم أخرى في علاقة بالحياة نتاع الناس. بالضبط، وقت اللي جا سي هشام المشيشي في بداية العهد نتاعو، خاطر هي اللجنة العلمية موجودة قبل مجيء السيد رئيس الحكومة الحالي، عززها بثلاثة كفاءات أخرين اللي هما ما همش من المجال الطبي. ولكن المجال متاع العلوم اللي ينجم يكونوا على درجة كبيرة من الأهمية وقت اللي نواجهه معناتها جائحة كيما جائحة الكورونا، ينجم يكون أوسع حتى من التركيبة الحالية اللي هي موجودة، لأنه وقت اللي تبدأ لجنة فيها 17 طبيب وثلاثة من اختصاصات أخرى مختلفة، فإنه من معناتها من البديهي هو أنه الرأي الصحي والطبي هو اللي مش يكون غالب على الطابع نتاع القرارات، في حين انه علم الاحصاء علم مهم برشا، علوم الاخبار، واحنا اليوم راهو الانتشار نتاع ولا الوضع النفسي اللي قاعدين نشوفوا فيه معناتها عند عموم التوانسه، واللي هو قاعد يدهور من جراء المعطيات والمعلومات اللي تم تداولها على الجائحه هذيا، زاد عنده حتى هو دور كبير في المستان من المناعة الجماعية متاع التوانسة. هذا إلى جانب برشا حاجات أخرين معناتها، سواء في الاقتصاد أو في الاجتماع أو غيرها، باش نجموا نحكيه على رأي ينجم غدوة كان عشنا تتحط اون باليت دو بروبوزيسيون قدام محكومة، ويكون يؤخذ معناتها في الباليت هذيا من معناتها بآراء وأفكار مختلفة. كلام مهم جدا جوهر المغيربي، أما هاني نجاوبك أنا مباشرة، نقول لك هذا كلام وسع، كلام لوسع هذايا، وقت اللي ان شاء الله يا ربي تتعدل الموجه ونمنعوا اللي باش يمنعوا في تونس، ان شاء الله يقعدوا حيين تو يتمتعوا بلجنه علميه بالمواصفات هذه. في الاثناء ناس قاعده تموت، واليوم اللجنه العلميه بتركيبتها بهنيتها بضعفها قاعده تقول راهو كان عملنا كونفينمون اكل مره وجبنا التلقيح في الوقت المناسب، راهو مانيش الاولانيين اليوم عربيا وافريقيا في الوفيات والاصابات. توا لو فيتيلا شنو نجموا نعملوا حسب رايكم انتم؟ رينا مثلا كوتل طالبت بالحجر الشامل كما التيار الديمقراطي، فما كتل أخرى تقول لي راهو يلزمنا نتفاهموا أنه طالما ما فماش إجراءات اجتماعية مصاحبة، راهو لو كونفينمون جينيرال ماهوش مطروح وما ينجمش يصير.
شوف هي البروسيدور ولا التمشي اللي باش تاخذه الحكومه حتى لو كان الراي يجي من عند الكتل شنو ما هو راي سياسي في الاخر. نتمنوا انه زاد الكتل اللي قاعد تعطي في الاراء نتاعها وتكون قاعده تعتمد على خبراء ولا علماء قاعدين يعطيو فيهم في المقترحات اللي هم يقدموا فيهم للحكومه. ولكن لو بلوز امبورطون لهنا كيما انت قلت سيفري هي كلام وساعتي نحكيو على اللجنه العلميه، ولكن راهو احنا ما نجموش نصلحوا الجاي اذا كان ما نبداوهش من اليوم. pour l'anecdote et pour l'exemple ثم بلدان وقت اللي مستهم لا غريب افيير ولا غريب بورسين ان سارتان مومون وقتها كانت في اسيا وكانت زاد عدد الموتى كبير اكسيتيرا مش كيما بالطبيعه تو الكورونا. عملوا وقتها لجان علميه خلتهم اليوم براتيكمون الجائحه هذه ما تضربهمش صحيح. ولكن الاهم من هذا الكليك اليوم الحكومه شنو اللي يلزمها تعمل؟ الاجراءات راهي ثم حاجات عاجله تنجم تعملها مثلا شنو تقترحوا؟ الكلام على الكونفينمون جينيرال، بطبيعه الكونفينمون جينيرال مساله تمس من الوضع الاقتصادي والاجتماعي نتاع التوانسه بطبيعه لازمها اجراءات مصاحبه. والحكومه يا اخي ما تعرفش هي الكلام هذايا، ولكن تنجم تكون الحكومه عندها دي كونترانت معناتها ماليه معناتها قداش الكلفه جوهر مثلا هيت نعملوا احنا سيمولاسيون قداش الكلفه نتاع كونفينمون جينيرال نتاع جمعتين قداش نجم تكون؟ اذا كان المره اللي فاتت الحكومه عطات 200 دينار الاعانات 200 دينار المره هذايا إذا كان مش تعطي 200 دينار ولا أكثر مثلا ونعملوا عملية حسابية قداش تطلع بالفلوس الحكاية؟ نعرفك قوي في الحساب ما تعبرش عليا. هي مش حكاية قوة في الحساب هاو علاش؟ لأنه اليوم ريت أنت شفت مش أومونيتيز خنقولوا للناس قداش الكلفة بالفلوس. هاو باش نقول لك أنا هي الحكومة نتاع السيد الياس الفخفاخ حكيت على أنها تصرفوا 500 مليون أي. في مسألة الإعانات الاجتماعية اللي كانوا في فترة لو بروبليم ني با لا ماهوش اليوم أنت قلت جمعتين كونفينمون جينيرال. البارح السيدة نصاف بن علي قالت أنه أقل من 6 جمعات كونفينمون جنرال كأن ما عملنا حتى شيء. داكور. لكن الأهم من هذا خلينا نمشيو الحاجات خطر ما فما حاجات ثم دولا تيوغي وفما الحاجات اللي جربناها. فما حاجات اللي جربناهم. اليوم احنا بعد عام ونص من الجائحه وقت اللي ثم ان معناتها عدوى كبيره قاعده تصير في عديد الولايات كما سليانه كما باجه كما القروان ونتمناو لاهلنا الكل الشفاء والله يرحم كل من توفى. شنو قاعده تعمل الدوله اليوم؟ الحاجه اللي قاعده تعمل فيها الدوله بيان سور معناتها افيك مع الروداج قاعد ياخذ في برشا وقت هي انها قاعده تركز في المستشفيات الميدانيه. في الأخير الحل هذا للتفكير معناها ماهوش جديد. احنا بضعة أسابيع بعد انطلاق الجائحة عام ونص التالي معناها كانت أول الأفكار هي تركيز مستشفى ميداني في كل معتمدية وقمنا بها التجربة. وتذكر جيت بحذاكم وحكينا على المستشفى الميداني اللي عملناه في بن خيار والمستشفى الميداني هذا اللي يهز 120 مريض ويوفر الاكسجين وتمت فيه الانستالاسيون كامله. هو الفكره شنو هي اليوم؟ شنو هو؟ علاش ما كملتش الفكره هذيا؟ ولا لانه بعض ساعات ثم قرارات اللي يتم اتخاذها بعد وقتها أي. لانه وقت اللي تحكي عليها في وقت معين نقولوا احنا نحكيوا على كلام بتاتر ماهوش وقته ولا نتاعو ساعه ولا احنا اليوم انا عندنا لذوما حنا نتلاهاو بالموجودين. لا الفو انتيسيبي خاطر سي اون انتيسيبا نوصلوا الوقت اللي نلقاو روحنا نعملوا في حاجات لو كان عملناهم في وقتهم ممكن رانا منعنا برشا رواح. كلامك صحيح 1000%. هذا يفترض انه نحن ناس نخدموا على البحث العلمي ونخدموا نخدموا على التطوير نتاع الافكار هذيا مش نجي وقت كريز توا في اوني اون بلان كريز. فهمتني شنو نقصد انا بوقت لو ساعه معناها توا صحيح باش نحكيو على وطبعا وكلامك موافقتو انا واحده من الناس تماما ولكن توا نحن في حاله طارئه وفي أزمة. توا الأولوية هي إنقاذ أرواح الناس. بالضبط. الحكومة هذية اللي هنا جايينها بعد شوية بعد الفاصل اللي انتوما فالحزام السياسي لها قلب تونس دورها أنها باش تنقذ أرواح الناس وكهو. هذا هو من الآخر معناها ما عادش حاجة حتى حاجة أخرى. حاجة رئيس الجمهورية حكينا عليه الساعة الأولى بالكدا دونك سافا معناها أنتوا تمنيت أنا ما نجيبش نحكي على رئيس الجمهورية أنا مش نجاوب على الأسئلة اللي أنت حزام سياسي لرئيس الحكومة. لا وأنا مش نحكي على الحاجات اللي احنا نورمالمون لازمنا نقوم بها. معناتها تو كي حكيت مثلا على موضوع المستشفيات الميدانية هذه حاجة من الحاجات اللي أنا قاعدين نشوفوا فيها ماهيش قاعدة تمشي أن ريتم أكسيليغي ولكن هذا اللي يلزم يكون موجود اليوم في كل معتمدي. خلينا نشوف فاصل ونرجع. ميرسي بوكو. مرحبا بكم جوهر المغيربي النائب عن قلب تونس باش نحكيو على رئيس الحكومه ورئيس الحكومه في علاقه بمجلس نواب الشعب سورتو. سمعنا البارح الكتله الديمقراطيه غاضبه جدا من رئيس الحكومه على خاطر ما يحبش يجي للمجلس
النواب يلزمهم يسألوا عندكم في دوركم أنتم دور الهدايا أنكم تراقبوا وتسألوا أعضاء الحكومة. هيت نسمعوا تصريح سامي عبو ونرجعوا توتسويت. في كل مرة يتدرعوا لأنه كعرف على الجلسة بناء على التشويش في غنبي عبيه أو بناء على أنجة الأعمال وقرونة وعن بعد، كل مرة شو يتدرعوا وما يوصلش بتينا في مكبدي، وأنا أعتبر ذلك يعني متعمد. دوك احنا اليوم أمام حكومة متمردة على أصل السلطة اللي نبطنا عليها بتواطع مع حزامها السياسي وبمباركة من المكتب المجلس، لأنه لو كان مكتب المجلس والحزام السياسي كانوا في رغبة وعندهم إصرار وعندهم إرادة باش يواجهوا الحكومة ويجيبوا الحكومة للحوار، راهو أمكن ذلك كما أمكن سابقا مع الحكومات اللي هم يحبوا يسقطوها. باهي، شنو رأيك في الموقف هذا نتاع الكتلة الديمقراطية؟ موقف يشبه لهم، مشابه لسامي عبو. على كل حال هي الفيلو شو في المجلس كل نهار مش وحدها، لكنها التحقت بالجوقه نتاع لو شو بوليتيك ولو شو لو بوز. وعلى كل حال هي ثنيه اختارتها وتو تشوف نتيجتها في الانتخابات الجايه. ما ثنيه خايبه ولا متوصل؟ بالطبيعه ثنيه خايبه بالنسبه لنا نحن اليوم اللي ما يخدمش التوانسه وما يخدمش مصلحه التوانسه ما ينجمش ما عنده وين يوصل. احنا نحكيو على التيار الديمقراطي، لكن رأيت سامي عبو مختزلة جزء كبير من صورة التيار الديمقراطي. مرة التيار الديمقراطي مش سامي عبو ولكن اللي تعمل فيه سامي عبو إن هي قاعدة خطر تعرف إنه البوز هذية والشو يقوي لها في الحظوظ متاحة باش هي تنجم المرة الجاية تكون موجودة مرة أخرى في مجلس نواب الشعب، ولكنها قاعدة تضر في الحزب متاحة بشعبوية ما عندها حتى ما عندها أدوسو أدوبال ما توصل حتى شيء. اليوم التوانسة ما حشتهمش بالكلام اللي قاعدين يسمعوا فيه من عند سامي عبو اللي هو غالط، واللي هو غالط أيوة. على كل حال ما عنده حتى علاقة بالحب. هل رئيس الحكومة فعلا رفض الحضور في مجلس نواب الشعب؟ استدعيتوه انتو ما قلب تونس؟ معناتها تتصور انت اللي ثم رئيس سلطة تنفيذية ينجم يرفض طلب رسمي من السلطة التشريعية باش يمثل أمامها للاستماع لي في أي موضوع من المواضيع؟ كلام ما عنده حتى معنى. شنو اللي صار؟ لكن راهو مجلس نواب الشعب ماهوش سامي عبو. اي. وماهوش ل 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 هي ل قالت البارح هي عندها توجي شهرين وهي تحكي في نفس الكلام، والبارح قالت احنا اليوم ككتلة ديمقراطية وجهنا الى مكتب المجلس طلبا لاستدعاء رئيس الحكومة. البارح وجهوه طلب. اي هو مش زهير المخزيمي نفس الشيء، الكتلة كلها معني الكتلة الديمقراطية الكتلة كلها باسم الكتلة. فهمتني؟ هي تعمل له شو لكن تسمي باسم الكتلة الديمقراطية. انتوما علاش ما استدعيتوهوش رئيس الحكومة مثلا قلب تونس؟ علاه انتوما ما وجهتوش لمكتب المجلس طالما انكم متمرسين بالاجراءات تبارك الله عليكم تعرفوا شنو اللي يجي وشنو ما يجيش؟ علاه ما عيطولوش؟ لسبب ما فماش ما ابسط منه، هو انه سيد رئيس الحكومة في تواصل مستمر مع الكتل اللي موجودة في البرلمان الكليكا، ما عدا الكتل بتاثر اللي هما ماخذين الموقف ما يحبوش يقابلوه، وبالتالي احنا قاعدين نتابعوا في العمل متاعه. ولو كان رينا حاجة تستدعي انه نجمه في الظرف هذية نحيو له نهار من خدمة، خاطر تعرف راه كيف يجي رئيس الحكومة ما يجيش وحده، يجي مع حكومته الكل. وانت تعرف صارت حضور لرؤساء حكومات سواء السيد هشام مشيشي والا اللي سبقوه، وقت اللي يجيو للبرلمان الجلسه تبدا 9 نتاع الصباح توفى 4 نتاع الليل. اي باش في الاخر شنو؟ باش في الاخر يسمع السيمفونيات اللي قاعد يسمع فيهم من عند سامي عبو واشبهها. دونك تراو انه لا ماهوش توا في الوقت الحالي، غير ضروري كل سياسي ينجم يعاون باش يكون ثم تضامن شعبي اللي معناتها دعم مجهود الدولة باش التوانسة يخرجوا من أثر الجائحة اللي قاعدة موجودة في البلاد واللي قاعدة التعب في التوانسة. باش ما نقولش حاجة أخرى، كل تونسي عنده مسؤولية ينجم وإلا عنده القدرة باش يتدخل باش يجيب اللقاحات لتونس فليقوم بذلك. اللي ما ينجمش يعمل هذو مزوز على الاقل، على الاقل ما نعطيهوش الفرصه باش هو يضيع وقت الناس اللي تحب تخدم على روحها. باهي برشا. دونك رئيس الحكومه ما وصل له حتى طلب رسمي من مكتب المجلس انه يجي يحضر في البرلمان. شكون طلب هو من مكتب المجلس باش يمشي؟ مكتب المجلس مش وحده راهو نعرف يلزم هاتو الكتلة الديمقراطيه قالت انا بعثت لمكتب المجلس. هاتو كي يجلس مكتب المجلس الاسبوع القادم نشوف اش باش يكون الراي نتاعو. دونك مكتب المجلس باش يجلس ويشوف الطلب وينظر ويشوف هل باش يوصلوا لرئيس الحكومه ولا لا. اذا كان كلام سامي عبو صحيح وتطلع الكتلة الديمقراطية وجه طلب رسمي لمكتب المجلس. جيساي دو ريفورمولي جاوهر المغربي.
قلب تونس في الاثناء يرى انه هشام مشيشي دوره والنجاح نتاعو يخدم برشا خاطر هو حكومته توا قاعدين دونك ما نجيبوهمش نضيعوا لهم وقت نهار في البرلمان دونك هذاك علاش انتوما ما طلبتوش انه يجي. فما شكون ضيع على الحكومه هذيا اشتر الفريق العمل نتاعها من نهار اللي جا حب يعمل تنقيح معناتها وتغيير على مستوى الحكومه نتاعو. فما شكون ساهم بطريقه مباشره ولا بطريقه غير مباشره انه يخلي حكومه في وقت جائحه في وقت اللي الوضع الاقتصادي والمالي نتاع البلاد من اصعب الظروف اللي وصلوا في تاريخ البلاد يشوف انه لا الحكومه هذيا لاسباب ما نعرفش عارف شنو هي معناتها شويه ثم شكون يحكي على القانون ثم شكون يحكي على الدستور ثم شكون يحكي على العرف ثم شكون يحكي في امور اصح شويه يقول لك لا على خاطر رئيس الجمهوريه يحب يحكم هو, ما يحبش رئيس الحكومه هو اللي يحكم البلوكاج صاير احنا معناتها كان نزيدوا مع السيده اللي موقف شطر الحكومه نزيدوا نوقفوا نحن شطر الاخر علاش مش باش يعطيه مقترحات اللي يحب يعطي مقترحات المجال مفتوح وبصفة يومية وراو حزب قلب تونس وكتلة قلب تونس راو احنا ماناش قاعدين نمارسوا في دعم لا مشروط لحكومة السيد هشام مشيشي واللي يتابع المداخلات اللي يقوموا بهم النواب متاعنا واللي يتابع الأسئلة الكتابية اللي قاعدين نقدموا فيهم للسيد رئيس الحكومة في شخصه أو لوزرائه الموجودين أو لوزرائه بالنيابة يعرف انه احنا بعاد كل البعد على برمشي معناتها تخدم على روحك وما يكلمك حتى حد واحنا رانا لهنا موجودين معناتها للتصويت لا مش صحيح واللي يحب يشير هو فكرة سواء التحوير. سواء معناتها عن قصد او عن حسن نية او عن سوء نية الكلام هذايا فهو يخطئ في حق كتلة قلب تونس ولكن في نفس الوقت احنا اخترنا ككتلة انه نكونوا كتلة مسؤولة اللي يحب يعطل معناتها سير دواليب الدولة حتى وإن كانت متعثرة يا سيدي هي متعثرة لكن هو يحب يعطلها يحب يوقفها احنا رانا ما نمشيوش في الموجة نتاعو والسيدة سامية عبو هي مثال لذلك. به فكرة التحوير الفكرة الأساسية جت من عند نبيل القروي رئيس حزبكم وأعلن عن ذلك منذ المصادقة على الحكومة قرروا فما سبع وزراء نتاع نادي عكاشه ماشيين على رواحهم وذاك اللي صار ويمكن هذا كان نرجعوا نفهموا كيفاش تطورت الامور لكن هذه مش مشكلتنا احنا مشكلتنا اليوم انه رئيس الحكومه طالما انكم انتوما عندكم علاقه مسؤوله معاه تنجموا تبلغوا له شنو قاعد صاير في البلاد التساؤلات حول عدم جلب التلقيح في الوقت المناسب التساؤلات حول الوضعيه الحاليه علاش وصلنا هكا علاش ما عملناش الاجراءات في الوقت المناسب قولوا له مالك تقابلوه هو جست باش وصايا هذيا من عند الناس اللي يتبعوا فيه وصايا صادقة وصايا متاع نائب شعب قدامي يقول احنا ما نجيبوش هشام مشيشي نضيعوا له وقته دونك قولوا له كي تقابلوه وانا زادة كنائب شعب وانا متأكد اللي ثم معناتها برشا متابعين قاعدين يسمعوا في البرنامج متاعك كالعادة ما نجمش نخلي ملاحظة كما اللي انت قلتها من الاول انه اللي قرر أو كان سبب في التحوير الحكومي هو السيد نبيل القروي كلمة من نوع هذايا تمر من غير ما نعلق عليها بصفة ليه هو بيدو مرة تصريحه عنا معناها هو قالها عنا في 90 دقيقة تفضل سيدي اللي يبدأ عنده رأي أو يبدأ عنده موقف ويعبر عليه بلاش مكياج وبلاش كليشيات ما نجموش نقوله أنه هو الذي قرر اللي قرر التحوير الحكومي هو السيد رئيس الحكومة واحنا ما نجموش نجيو نلومو على رئيس الجمهوريه اللي هو يحب يكون عنده يد على وزراء ما همش من 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 مجال اختصاصه الدستوري ونجيو نقولوا انه راهو القرار نتاع تحوير الحكومه ينجم يرجع لاي طرف سياسي مهما كان الثقل نتاعو هذه الحاجه الاولى. الحاجه الثانيه راهو اليوم وهذا مش هروب من المسؤوليه خاطر احنا المسؤوليه ككتله قلب تونس وكحزب قلب تونس متحملينها حتى من غير كونتر بارتي ولكن اذا كان ثم حزب وفما كتل لشارنمون ميدياتيك صار عليها وصار ضدها وكان فما رئيس حزب عانى الويلات بكل ما تمثله الكلمة هذه من معاني فهو السيد نبيل القروي والسيد نبيل القروي راهو في الوقت اللي الحكومة هذية كانت متعطلة وهو رئيس ثاني كتلة حزبية في البرلمان شاء القدر وشاءت أطراف معينة أنه هو يتغيب على المشهد ويغيب على المشهد في كل الفيلم هذاك نتاع الايقاف التعسفي نتاعو واللي حمد الله توي كوفاء السيد رئيس الحكومه مره اخرى هو يعرف شنو اللي صاير في الـ في الـ في البلاد ولكن احنا نعتبره في حزب قلب تونس انه لا رياكتيفيتي نتاع الحكومه ماهيش في مستوى الاوضاع
اللي اليوم موجودة في تونس وتطور الأوضاع وخاصة الوضع الوبائي. اليوم عندنا حكومة عندها 23 ألف مليار في الميزانية يلزمها تلقى لهم حل قبل موفى السنة الحالية، عندها مفاوضات قاعدة تقوم بهم مع لافامي، مع صندوق النقد الدولي، مع شركاء اقتصاديين أخرين، وعندها وضع صحي كارثي في تونس، وعندها زادة من شيرة أخرى انتظارات من عند الشعب الكليكة وينو التلقيح. في نفس الوقت عندها شطر حكومة ما هيش موجود. شكون ينجم يجاوب عليه السؤال هذا؟ إذا كان المعادلة هذية شكون ينجم يجاوب على السؤال هذا للتوانسة؟ شكون ينجم يجاوب عليه؟ أنت قلت احنا سيدي كحزب قلب تونس تبعنا السيد وزير الصحة وقت اللي خرج عنده تو قرابة 8 ولا 9 شهور وقال راهو معهد باستور قريبا سيتمكن من إيجاد لقاح تونسي للمرض للفيروس هذا فيروس الكورونا إن شاء الله. بعده هو راهي تركيا عملت اللقاح نتاعها وكي تو تعمل في الكوميرسياليزاسيون نتاعو، ايران عملت اللقاح نتاعها وكي ما نحبش نذكر الدول الغربيه ولي بيك فور نتاع الاندستري فارماسيوتيك. اليوم احنا كقلب تونس شقلنا؟ قلنا بالله كل اللقاح هذاك اللي قاعد يخدم عليه معهد باستور هذا ينجم يكون دور الدوله وين وصل؟ ما خطر البحث العلمي مهم راه فهم بعض الابحاث العلميه ما تاخذش سنوات راهي تاخذ بضعه اشهر بالخصوص في ظرف كما الظرف اللي احنا فيه. ولكن السيد رئيس الحكومه اللي نحب ناكده انه على علم وعلى بينه باللي صاير الكليكا ناقص اليوم دعم سياسي واراده سياسيه تدعم السيد هشام المشيشي اللي اتسم بالصبر بالرسانه. ولكن في النهايه رانا ما نشبش نخليه الذئاب نتاع السياسه اللي يحبوا يطيحوا الحكومه هذيا ومن وراءها البلاد، رانا مش نخليهم يعملوا اللي يحبوا. شكرا لك جوهر المغير بالنائب عن قلب تونس، ميرسي بوكو. شكرا لكم الناس الكل، ملتقانا غدوه في نفس الموعد نص نهار في 90 دقيقه. يعطيك الصحه.